على فكرة من المسلسلات الحلوة كمان اللي بدأت واللي ليها أيضا موضوع حلو، مسلسل دون سابق إنذار أو بدون سابق إنذار، الحقيقة بتطل منه الفنانة نهال عنبر. ونهال عنبر من الفنانات اللي كانت محظوظة أنها اشتغلت كمان مع جيل العمالقة، فهي ليها طابع خاص، يعني مخضرمة وخبرة وعارفة تتعامل ازاي مع انواع الدراما المختلفه. هي بتطلع هنا في دور حما و و و و وطبعا يعني ليها كده وجود، وليها طبعا اكيد هيكون في تفاصيل كتيره خليني اعرفها اكتر مع الجميله الرائعه نهال عنبر. مساء الخير يا نهال. يا مساء الورد، ازيك؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه، وكل وانت سنه طيبه وانت طيبه طيبين. وانت طيبه، ولسه كنت اول رمضان بقول فين نهال عنبر، بس لقيتك خلاص موجوده يعني. لا طلعت. لا موجوده، والدور حلو قوي، والام المصريه ايوه اللي هي حما وام، واللي هي حتى البنات ولادها، هي لمراتات ولادها هي ام برضو، هي أيوة. مش حما، ايوه هي خالص مش حما، هي امهم كلهم، وهي حفيدها بالنسبه لها حاجه مهمه جدا طبعا. والاحداث اللي جايه جامده قوي على فكره. طبعا خدي بالك كمان يا نهال انه الام كمان اتغيرت، بقت اقرب للجيل، والحما بقت اقرب، وبقت هي عنصر كمان، يعني مش زي اجيال زمان اللي تلاقيها الجده او الحما بقت ست كبيره، بالعكس الاجيال بقت قريبه قوي من بعض. بس انا مكبره شويه. انت مكبره؟ اه هتلاقيني مكبره شويه. انا هو مكبره شويه عشان تدي شويه الوقار يعني. ايوه بتاع الام يعني. وهي كانت ناظره مدرسه، وهي دلوقتي يعني خرجت مفروض معاش، فهي مش صغيره قوي يعني. أيوة. لازم تبان كبيره. ايوه وبعدين هي ست متدينه جدا، بتصلي وبتقرا قران وبتسبح على طول، هي ستايل شخصيه الام المصريه بتاعتنا المتدينه، اللي هي بتحب اولادها، اللي كل همها حتى هو في اول حلقه اسر بيقول لها ما الماما تعمل ايه، اللي هي ارملت بدري. أيوة. ترملت بدري، وهي ربت وكبرت وولادها من غير، وهي سعيده في حياتها مش زعلانه. طب ايه اللي شدك، ايه اللي شد انت للدور ده تحديدا؟ انا بموت في ادوار الام. ايوه انا بحب قوي الام. بعدين انا حقيقه يعني استاذ هاني خليفه، يعني انا طبعا كان نفسي اشتغل معاه طبعا، لان حقيقه مخرج رائع طبعا، مبدع، مخرج مبدع، والقصه مكتوبه حلوه جدا، والموضوع عارفه لما تقري تتشدي. انا القرايه كانت شداني في الكام حلقه اللي كانوا عندي، واخده بالك؟ عايزه بقى يجيبوا لي الحلقه اللي بعدها عشان اقرا قبل ما اشتغل كويس. طبعا. كل ما اقول لهم النبي تطلع لكم حلقه ابعتوها لي، عايز اعرف اللي هيحصل ايه. ايوه عايز تعرفي الاحداث. شدك على طول. أيوة. وحقيقه يعني استاذ هاني توجيهات، يعني شكلي انا اللي طالعه بيه ده استاذ هاني هو اللي حطه. ايوه واول مره تشتغلي مع عايزة اسر ياسين وعائشه. عايزه ايه؟ اول مره تشتغلي مع قمر واسر طبعا تاني مره. واسر شخصيه من المستخدمات المحترمه جدا طبعا طبعا، وعمل مشهد امبارح رائع. صحيح. حلقه امبارح عمل حلقة مشهد، حلقه امبارح كانت رائعه، وهو كان مشهد عالمي هو وهي. صحيح. حقيقه وعائشه عملت مشاهد حلوه قوي قوي قوي. بصي يعني بصي حقيقه المسلسل مباراه تمثيل جامده، الاخراج طبعا يعني بيتكلم عن نفسه، واخد بالك؟ يعني هو واضح الاخراج عامل ازاي طبعا، هايل. قصه حلوه قوي، ولسه انت هتشوف الاحداث اللي جايه لسه هنتشد ليها اكتر يعني. عموما احنا سعداء، وكانه انتوا بتبداوا تاني رمضان من اول وجديد، ودي فكره حلوه. ال 15 عملت اجواء قوي. حقيقي حلوه جدا قوي قوي. ايوه يعني فكره ال 15 حلقه دي من الحاجات الجميله ان انا ببقى مبسوطه بيها. اولا عارفه تحسي الحكايه مركزه صح، وبتشوفيها مركزه. لا خدي بالك كمان الناس بتتنفس شويه عن النص التاني، بيكون يعني الناس خلاص استقرت في الشهر الكريم، وممكن الناس تبدا تتابع اكتر يعني. بالظبط كده، فهي بتبقى الحمد لله انا شايفه ردود الافعال جامده جدا. وبعدين اتخانقت انا وحسام، عايز نعرف، قولي ايه اللي هيحصل. طبعا مش هقول لك طبعا. لازم تقولي لي، انا لازم اعرف طبعا. حسام لازم يعرف، قاعد في البيت وانت نازله طالعه وما بيعرفش اي حاجه، ولما يعرف حسام انا اكلمه واعرف منه على طول. قاعده مع عيلتي بنفطر النهارده كله عمال يتخانق معايا طبعا، عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل. لا ان شاء الله يعني. تلفزيون انتوا خلصتوا تصوير مش كده؟ لسه شغالين. طيب يلا بالتوفيق باذن الله، هنتابع معاكي وكل الاحداث، ومبروك وان شاء الله دراما اجتماعيه حلوه تعجب الناس. ان شاء الله الفنانه نجاحها باذن الله. ان شاء الله الفنانه الرائعه نهال عنبر، بشكرك شكرا جزيلا.